محمد البكيري ابو خالد، ايش رايك في تبريره لعدم استدعاء المعيوف؟ والله شوف، هي القرار اول شيء صدر من اللاعب، يعني اللاعب المعيوف حارس مميز اول شيء، وحارس لعب دور كبير جدا في مجموع البطولات اللي اعتبرها الثقيله في السنوات الاخيره. معيوف كان رقم صعب في المساهمه في تحقيق هذه الالقاب لنادي الهلال. لكن يعني انا اشوف الخطا الاول من المعيوف نفسه، لانه هو من اعلن ابتعاده عن المشاركه الدوليه. المعيوف الى اليوم لم يظهر لو مره واحده يقول انا بالعكس الان عندي استعداد ارجع، لانه انت ما دام انك ابتعدت برغبتك يجب ان تعلن برغبتك العوده، لانه لا يمكن ان المنتخب يذهب الى لاعب وهو قد سبق ان اعلن انسحابه من المشاركه او عدم توقفه يعني معناه صح من المشاركه الدوليه. يعني عبد المعيوف انا اشوف انه لو انه بادر هو بمبادره ايجابيه انه هو يتكلم مثلا عن رغبته في العوده للمنتخب السعودي، انا اعتقد ان هذا دور المعيوف وليس دور مدرب المنتخب. لا يمكن انا اطالب مثلا بالمعيوف مع اني اتمنى يكون متواجد في المنتخب ولاعب مهم جدا من الحراس كويسين، في نفس الوقت اللي حيروح اللاعب الاساسي اللي هو احتياط المعيوف العويس، وهو لم يسبق ان يشارك مباريات كثيره مثل المعيوف حقيقة، فهذه الجزئية فيها تباين كمان، فلازم ان المعيوف هو اللي يبادر حقيقة في هذه النقطة. هذيك الساعة الخيار يرجع للمدرب، اختار المعيوف ما اختار المعيوف هذا يرجع، لكن اللاعب خلاص اظهر انه عنده الرغبة انه يرجع بعد ان اظهر رغبة بعدم المشاركة مع المنتخب. انت تشوف انه محمد المعيوف هو اللي اخطا، عبد الله المعيوف هو مو خطا، هو بادر، اذا هو يشوفه خطا هذا شيء ثاني، لكن شاف انه قراره خاطئ فهو المفروض اليوم يرجع يقول، حتى لو انه شاف عنده استعداد مو خاطئ، يعني انا ما اخطيت، لكن انا ما كان عندي استعداد ذيك الفتره ان انا ادخل في المشاركه الدوليه او استمر مع المنتخب السعودي، لكن اليوم ربما مع تصاعد المستويات هذه والتميز اللي ظاهر فيه كاحد الحراس السعوديين الافضل حقيقه حاليا، فالمفروض انه هذه الخطوه تبدا من عند عبد الله المعيوف. يجب انه هو يبادر صراحه انه انا عندي استعداد اليوم اني ارتدي قميص المنتخب السعودي ومهيئ نفسيا ومهيئ فنيا وكل شيء. طبعا بزوال الظروف السابقه هل زالت ولا ما زالت؟ هنا السؤال الكره في ملعب عبد الله، فانا شفت تصريح له والله في احد القنوات او شيء زي كذا او هنا في اكشن، قال يعني ما يبغى يتكلم. هنا في اكشن مع زميلنا خالد الشيخ. اي ما ابغى اتكلم، المفروض هو يتكلم حقيقه في ذيك الجزئيه. انا استغربت في وقت الوقت، بالعكس انا اتشرف بالعوده للمنتخب، اني انا سعيد اني انا ارجع المنتخب، يعني في مبادرات ايجابيه او رسائل مبطنه حتى هذه كمان. هذه كان المفروض انه هي دور الكابتن عبد الله معيوف هو اللي يبدا فيها.